فالسؤال بيقول إذا كان MNPQ يشابه XYZW فأوجد معامل تشابه MNPQ إلى XYZW ومحيط كل مضلع. يعني قال لي إن المضلعين دي متشابهين ويبغى معامل التشابه وبرضو محيط كل مضلع. حلو، خلينا نشوف المضلعين والمعلومات اللي عليهم. فهذا المضلع عندنا جميع أطوال الأضلاع، ممتاز، وهذا المضلع ما عندنا إلا ضلع واحد. صار خلينا نشوف الضلع المناظر لهذا الضلع عشان نجيب نسبة التشابه. هذا الضلع WX، إيش يقابل في المضلع الثاني؟ من عبارة التشابه نشوف أن الضلع WX حيقابل الضلع QM، يعني هذا الضلع. وبرضو لو شفنا المضلعين، لو عملنا دوران لهذا المضلع حنلاقي أنه هذا الضلع حيقابل هذا الضلع، ممتاز. طيب والترتيب؟ هنا قال لي يبغى نسبة تشابه المضلع MNPQ إلى المضلع XYZW، يعني نحط هذا الضلع في البسط QM والضلع ده في المقام WX، يعني صارت النسبة 8 على 4 اللي هي 2. يعني أطوال الأضلاع في المضلع الكبير حتكون مرتين أو ضعف أطوال الأضلاع في المضلع الصغير. حلو، طلعنا نسبة التشابه، الآن نطلع المحيط. المضلع الكبير موجودة كل أطوال أضلاعه، سهل نجيب المحيط. صار نقول محيط المضلع MNPQ هيكون مجموعة أطوال الأضلاع اللي هي طول MN زائد طول NP زائد طول QP زائد طول QM، يعني 9 زائد 10 زائد 7 زائد 8 يعني 34. طيب والمحيط الثاني، احنا نعرف ان النسبة بين المحيطين حتكون هي نفسها نسبة التشابه او معامل التشابه، يعني انه محيط MNPQ على محيط XYZW حيكون 2. نعوض، محيط MNPQ هو 34 على محيط XYZW نسميه X يساوي 2. استخدم الضرب التبادلي وصار عندي 2X يساوي 34، نقسم الطرفين على 2 وصارت الX تساوي 17، يعني محيط المضلع XYZW حيساوي 17.